شوي شوي رح تخلص المي. هلأ بتجي غندورة بدها تملي خطي. يا نعورة شوي شوي رح تخلص المي. هلأ بتجي غندورة بدها تملي خطي. بتجيني يا غندورة متل طيور المي. بدنا عهم معورة نقعد نحكي شوي. عبالي طول المشوار لكن ما بقدر يا راي. تركت الطبخة فوق النار وامي هلأ مش بالبيت. بنطر عالمعورة تاتيجي غندورة. وغندورة لما بتجي مجيتها صغيورة. هالشر بعبيها وبالبيت بفضيها. تارجع مرة تاني من عندك مليها. بفزع يا غندورة يجيلو شي يوم تنسي هالمعورة وتنسى عيني النوم. طول الشمع وحية عينك عيني تسوح وتسأل وين. هالمعورة هي وحدة تشهد علي بيني وبينك. صباح الخير فرح. يسعد صباحك سلمى وحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. كيف الجو اليوم؟ كتير حلو شمس، يعني هالكم يوم كتير عم تعطينا طاقة حلوة الشمسات، وتعبنا من البرد، اشتقنا للصيف واشتقنا يمكن للمشاوير ونشعر بهي الطاقة الحلوة بالصيف. أكيد لسه مبكرين شوي، يعني تقريبا حسب الأصعاب الجوية الأربع يمكن يكون في مطر، أربع وخميس مشان الناس تجهز حالة على المنخفض الثاني. صباح الخير لك المشاهدي الإخبارية السورية وصباحنا غير. نهار جديد إن شاء الله يا رب يكون كله خير وصحة وعافية لكم. مواضيع كتيرة رح تكون ضمن محطاتنا الصباحية لليوم، منا فعل الخير ومنا أيضا الصحة وغيرها من المواضيع رح نفصلها. ولكن قبل ما نبلش كمان رح أرجع صبح عن جديد على فرح. يسعد لي صباحك سلمى. أول شيء أنا اشتقت لك واشتقت أنه نطلع الصباح سوا. اشتقت لك كل الصباح. وكتير حلو أنه يكون في عنا حدا رفيق بنبدأ معه مشوارنا المهني ومنكمل مع بعض. سنوات كتيرة سلمى نحن مع بعض، وأكيد بدي أقول صباح الخير، صباح كل الشغلات الحلوة وصباح التفاؤل لكل الناس، لكل مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كانوا عم بتابعونا. يسعد صباحكم بهالجو الحلو، ضوا مشاويركم وحاولوا قدر الإمكان تتمتعوا بطاقة إيجابية حلوة رغم كل الظروف الصعبة اللي الكل طبعا عم يمرق فينا عم نمرق فيها. اليوم عنا فقرة كتير مميزة مع ضيف جدا مميز لفت نظر من خلال أمانته وصدقه وطريقة تعامله. رح نطرق لهذا الموضوع بشكل مفصل لكن بعد الفاصل. اليوم 28 شباط، شو سجل من أحداث عبر الزمان؟ خلينا نتابعها بذاكرة الأيام.
اليوم 28 شباط، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. مثل اليوم من عام 1935 والاس يكتشف النايلون، وبعام 1983 جيمس واتسون وفرانسيس كريك يعلنان لأصدقائهما اكتشافهما للتركيب الكيميائي DNA، وبعام 2013 البابا بندكت السادس عشر يستقيل من منصبه ليكون أول بابا بعد غريغوري الحادي عشر بسنة 1415، وبعام 2016 اختتام حفل توزيع جوائز الأوسكار 88 بتتويج فيلم سبوتلايت بجائزة أفضل فيلم. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1915 بيتر مدور، طبيب بريطاني من أصل لبناني حاصل على جائزة نوبل بالطب بعام 1960. وبعام 1930 ليون كوبر عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1972. ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1936 شارل نيكول، طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل بالطب بعام 1928. وبعام 2006 أوين شيمبلن عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1959. هي كانت أبرز الأحداث اللي صارت مثل اليوم 28 شباط. نهاركم سعيد. الأخبار المنوعة سلمى فمن تابعة بالتقرير التالي. أولى أخبارنا المنوعة لليوم من كندا، حيث انتشر فيديو يظهر لقطات التجمد الجزئي لشلالات نياجارا سببته موجة البرد اللي ضربت المنطقة. وإلى خبرنا التالي لليوم، نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو من إحدى مراحل مسابقة جمال قوات الإنزال الجوي 2021، حيث تنافست نساء من قوات الإنزال بسرعة تفكيك وتجميع بندقية كلاشينكوف. أجبرت عاصفة ثلجية السلطات الصينية على إغلاق مطارات مؤقتا، مما أدى لإلغاء أو تأخير عشرات الرحلات الجوية في منطقة تشانغ الصينية.
نبلش اولى محطاتنا الصباحيه لليوم ونحكي فيها بالفقره القانونيه، نحكي طبعا عن المساحه القانونيه وجرائم السرقه، وهي تعتبر من اخطر الجرائم والافات اللي ممكن تصيب المجتمعات، تستهدف السرقات ممتلكات الاشخاص ومقتنياتهم وكذلك ممتلكات الدوله، لنقف بالتفصيل عند هذا الموضوع ونعرف حكم السرقه بالقانون السوري، بيسرنا يكون معنا لليوم المحامي الاستاذ احمد دعبود، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحكم كل خير يا ميت، اهلا وسهلا. صباح الخير استاذ احمد، اهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن السرقه، خلينا نعرف بالبدايه كيف عرف القانون القانون السوري السرقه وهل لها درجات معينه؟ هلا بدايه مثل ما حكيت سلمى انه فعلا هي سرقه تتناسب طردا مع الوضع الاقتصادي اللي عم بيعيشه اي بلد، يعني بسبب غلاء الاسعار خاصه اذا كان في غلاء فاحش حسب الوضع الاقتصادي، والقانون السوري كان سبق بهالموضوع هذا واللي خصص مواد كثيره فيما يخص السرقه بدءا من الماده 121 من قانون العقوبات حتى الماده 134 من قانون العقوبات السوري، وعرف السرقه بالماده 121 بانها هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه. هالخمس كلمات هدول اللي عرف فيهم القانون السوري السرقة حتى حدد كل كلمة شو معناها شو تبعياتها وشو آثارها، وحدد حتى ما يصير في غلط ما بين توصيف جرمي لتوصيف جرمي آخر، بدءا بالأخذ، بدءا بمال الغير، بدءا بشيء منقول، بدءا دون رضاه، لأنه يعني ممكن أحيانا يكون برضاها الأخذ أن تكون برضاه. بهالمادة هي 121 عرف القانون السوري وحددها بشكل مفصل وواضح حتى تكون واضحة وجلية، ما يكون في جهالة بالقانون وكل شخص يعرف لما عم بيقوم بهالفعل هذا هو فعل مجرم قانون يستحق العقوبات المقررة. طيب أستاذ أحمد، يعني كمان في بعض الأشخاص بيقولوا أنه ممكن يلتقى هيك مثل ما بيقولوا ثغرات تتبرر فيها السرقة، هل يوجد مبرر يعني ممكن فعلا يتبرر جرم السرقة بالقانون؟ هلأ مو قصة يتبرر، هلأ دائما القانون حدد الفعل الجرمي بوضوح وبتفصيل دقيق حتى ما يتم هروب شخص جاني أو سارق ولا يتم ظلم شخص لم يكن بنيته السرقة بسبب هذا، وممكن تختلط مفهوم السرقة عندنا بالقانون السوري مع عدة مفاهيم أخرى مثل الشخص العامي، مثلا إساءة الأمانة هي عملية أنا عم استولي على مال الغير، مال الغير ساعات أنا عم قدم مصاري، لكن هون الفرق أنه أنا عم قدمها بالسرقة لا دون علمي أو دون رضائي، أما أنا بالأولى عم قدمها مثل جريمة النصب والاحتيال هي تقوم على تقديم شيء منقول سندات استيلاء لكن بعلمي، لكن تم تسليمها من قبلي الى الجاني احتيالا نصبا بوسائل متعدده، الغش، التدليس، نرجع لمواد نصب والاحتيال، لكن السرقه هي اخذ شيء منقول مملوك لشخص اخر دون علمه او دون رضاه وبنيه، يعني دائما في عندنا بالشيء بالقانون اسمه القصد العام والقصد الخاص اللي هو احد اركان جريمه السرقه الركن الرابع له، هو القصد الجرمي اللي هو أنا ناوي حاط ببالي متعمد انا ان ينقل ملكيه هالشيء هذا من الشخص الى اسمي انا. يعني فينا نقول الاخذ والشروع بالاخذ او هذا مبدا ثاني، موضوع ثاني، خلينا نحكي عن الاخذ والشروع بالاخذ وشو الفرق بيناتهم وشو جرمهم، كيف بيختلف تجريمهم من اخذ الى شروع بالاخذ. هلا الاخذ هو تفرع عنه العديد من الاراء الفقهيه، منه مثلا احد الاراء الفقهيه قال انه الاخذ هو مجرد انه رفع الشيء من مكانه، تمام، الشيء المنقول، فلنقل انه في ذهب انا رفعته هي يعتبر اخذ، البعض قال لا انا اخذه نقله من مكانه الى وضعه في المكان الذي ينوي السارق وضعه فيه. اما الراي المستقر عندنا نحن بسوريا هو اخذ الشيء من مكانه الى المكان الاخر بنيه تملكه، بنيه الاستيلاء والحيازه، حيازه تامه، هي الاخذ اللي ماخوذ فيه بكلمه هي اخذ مال الغير، الاخذ هي نيه التملك وحيازته ونقل ملكيته من الشخص المالك له الى الشخص السارق. تمام. اذا بنجي نحن على الشروع نعرف نحن الشروع هون الماده 199 من قانون العقوبات حدد شو هو الشروع، اللي هو محاوله، هو محاوله اقتراف جنايه، محاوله اقتراف الجريمه، لكن لم تتم هذه الجريمه لسبب خارج عن اراده الفاعل وبيتم المحاسبه عليه. طبعا لانه انا بنيت ارتكاب الجريمه، يعني على سبيل المثال يوجد سارق تسلق جدران البيت ما لحق يسرق، انكمش قبل ما يسرق انمسك تحت، فلنقل فات على البيت فتح خزنه كسره، لكن لما فتح طلعت الخزنه فاضيه، لو انه الخزنه مليانه كان سرق، تمام، لهيك يعاقب عليه
بالشروع مثل ما بيعاقب على السرقه، نفس الجرم السرقه والشروع. ممكن في احيانا العقوبه مخففه بالشروع اذا كانت شروع ناقص بتختلف اذا الشروع تم، لكن بالسرقه نحن عندنا شروع فيها ممكن تكون هي حسب نوع السرقه. في عندنا نحن سرقه ممكن تكون جنحه، في عندنا سرقه ممكن تكون جنايه، في عندنا سرقه بسيطه او السرقه العاديه نحن متعارف عليها بالاوساط المحامين. السرقه البسيطه نحن عندنا، وفي عندنا السرقه المقترنه بظرف مشدد اللي هو بيزيد. يعني في عندنا نحن بالقانون السرقه هي اخذ مال الغير دون المنقول دون رضاه. بنلاحظ من تعريف السرقه بالماده 121 من القانون السوري بتكون من اربع اركان: فعل الاخذ، وجود مال او شيء منقول، ان يكون هذا الشيء مملوك للغير، ما بصير يكون مملوك لحدا. الركن الرابع من ركن جريمه السرقه هو القصد الجرمي، اي انا اعي وافهم واقصد ما اقوم بالفعل اللي هي مخطط له، يعني مخطط له هالشيء، انه انا بعرف انه هذا الشخص مملوك مثلا هالشنتاي هي للست فرح، انا بعرف انه هي للست فرح وانا عم باخذها بقصد انه اقول ليش تشكي عليك دغري؟ لا بس ما صار شروع بنيه تملكها انا، هون صار في قصد جرمي تمام لهون هيك عاقب. هي تعتبر السرقه البسيطه اللي هي بتكون اي جريمه سرقه من اربع اركان. في عندنا شيء بالقانون اسمه التشديد، اما بتكون السرقه هي فعلا بتنم تجديد، ليش عم تجوز ما بيعرفوا عم بدي احكي عن مصطلحات قانونيه بحته. التشديد يعني اللي هو بينم عن خطوره اجراميه، انه هذا الشخص لما عم بيقوم بهالفعل هذا ما هو عنده خطوره اجراميه، قد يكون يمتهن جرم ارتكاب السرقه او سوابق موجوده. تماما تماما صحيح. طيب كمان اذا بدنا نسال عن شخص ممكن سرق مش الحال وسرق، بعد فترة اكتشفوا السارق لكن السارق تصرف بالشيء اللي سرقه من مال من مصاغ إلى آخره، وبنفس الوقت ما نقدر يرجع قيمته إذا بدنا نقول أو حتى المبلغ نفسه، هون بيكون الحكم ممكن يكون أكثر أشد أو كيف يتم التعامل معه؟ هلأ بجرم السرقة لا قيمة للشيء المسروق تمام، مجرد قيام فعل السرقة سواء كان سرقة بسيطة أو سرقة مقترنة بظرف مشدد، هلأ بنحكي عن الظروف المشددة نحن بالقانون، ما في له اي قيمه مجرد فعل السرقه. لكن بالحاله اللي ذكرتيها حضرتك ممكن يكون يعني ساعه انا سرقت وتصرف بهالشيء هذا بنال العقوبه، سواء كانت مبلغ 1000 ليره ولا كان مليون ليره راح ينحكم فيه، ممكن ينحكم بالتعويض في نتيجه فوات المنفعه للمبلغ المسروق. اذا يوجد شيء بملكه صار هو الموضوع اخر، ممكن انا احجز عليه، ممكن انا طالب بتنفيذ الحكم اللي هو مثلا الزامه بدفع مبلغ كذا 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 اللي هي اعاده المسروقات، ممكن انا الزمه بوضع حجز او اشار على عقار على سيارة اذا كان يوجد شيء مملوك، والا فيقضي العقوبه المقرره بالقانون حسب نوع السرقه سواء كان سرقه بسيطه او سرقه مقترنه بظرف مشدد، حسب العقوبه بيقضيها بالقانون، والقانون بيسعى انه يرجع هالشيء، لكن اذا ما عنده اي ملكيه هو بيقضي المده اللي حكم فيها فقط. طيب استاذ احمد، في كثير بنسمع عن اشخاص بيقول لك انه هذا اصحاب سوابق بهذا الموضوع، صحيح. يعني مثلا هو سارق واخذ عقوبه طلع من السجن تكررت الجريمة صحيح. نفسها بما يخص السرقة، هل الشخص بيتحاسب أول مرة مثل ثاني مرة مثل ثالث مرة؟ هون القانون السوري وضع في شيء خاص اسمه التكرار في القانون السوري، في حال قيام الشخص بالفعل الجرمي لمرة واحدة يختلف عن قيامه فيه لمرة ثانية أو ثالثة، وبهالصدد هذا شدد العقوبة في حال التكرار، شدد العقوبة. يعني مثلا بالقانون السوري بأنه في حال اقتراف الجرم لمدة أقل سبع سنوات أقل من سبع سنوات عن قضاء العقوبة أو تقادمها فيحكم بالمرة الثانية بالحد الأقصى للعقوبة لحد ضعفيها. يعني مثلا فلنقول نحن الجريمة عندنا من ثلاثة شهور للسنة على سبيل المثال، ممكن أن القاضي يحكم بثلاثة شهور، ممكن يحكم بستة شهور، ممكن بتسع شهور، ممكن بسنة، لكن في حال التكرار يلزم بوضع بالحكم بالحد الأقصى للعقوبة، يعني سنة وما سنة للسنتين، ممكن حتى في حال التكرار مضاعفة المدة هي اللي كان محكوم فيها للجرم المقترف. السرقة بالإكراه أستاذ أحمد، خلينا نحكي عن هذا المفهوم، كيف بيتعامل معه القانون؟ السرقة بالإكراه القانون السوري يعتبر الإكراه هو أكثر الظروف المشددة والخطيرة لجرم السرقة. الإكراه هو الاستخدام الوسائل التي يعني خلينا نعرف نحن الإكراه القانون السوري شو هو، شو عرف الإكراه بمعنى القانون السوري عرف هو أي وسيلة قسرية تستخدم على الأشخاص لتمنع من المقاومة أو إخفاض المقاومة أو انعدامها لمقاومة هذا الشخص. لهيك أي وسيلة من وسائل الإكراه المستخدمة هي تعطيه ظرف مشدد للقاضي في الحكم على السارق.
مثلا في الإكراه، إذا رافق هذا الإكراه على سبيل المثال، رافق هذا الإكراه بعض الردود، استخدام مثلا عصاي سلاح بعض الردود أو جروح، فالحد الأدنى للعقوبة نحن عندنا بالقانون السوري 5 سنوات. الحد الأدنى لأنه صار في اعتداء، صار في اعتداء هون، هي تعتبر السرقة بالإكراه اللي هي تعتبر أشد أنواع يعني الظروف المشددة في القانون السوري لجريمة السرقة. نحن عندنا مثلا تتعلق أحيانا بظرف الوقت، مثلا السرقة ليلا تنوم عن خطورة إجرامية، الشخص بيعرف إنه هذا الوقت راح تكون العالم فيه نايمة، راح تكون في عنده عملية سهلة هي لبث الأمان في المجتمع، شددوا ظرف المكان. مثلا الاشتراك بالسرقة، لما بترتكب السرقة من أكثر من شخص فهي بنية تخطيط، بنية السيطرة والاستيلاء على المال بشكل منظم، هي يعتبر الظرف الثاني، الظرف المشدد. استخدام مثلا أدوات دخول أماكن السكن باستخدام مثلا مفاتيح مصنعة، أدوات خلع، أدوات كسر، انتحال صفة، ممكن انتحال صفة شرطي، انتحال صفة أمنية، صفة موظف رسمي، أو استخدام لباسه فقط، ظرف مشدد بالقانون السوري هذا. ممكن وضع قناع، مجرد وضع قناع من قبل الظرف المشدد الرابع، مجرد وضع قناع وسلاح ولو لم يظهر السلاح. هل ممكن يقول لك حتى طب انه كيف انت عم تعاقبه وعم تشدد له العقوبة رغم انه هو معه سلاح لكن ما اشهر هذا السلاح؟ مجرد وجود السلاح فهو انا عندي نية، في حال تعسبرت معي نية السرقة ممكن استخدم، ممكن تصير جريمة سرقة جريمة قتل. تمام. مجرد وجود الظرف الخامس اللي هي التهديد بالسلاح، وهي هون استخدام الإكراه بأي وسيلة من وسائل أو ضروب العنف اللي بتشدد الحكم في جريمة السرقة. طيب أستاذ أحمد، بالعموم في كتير أنواع من السرقات، طبعا حتى القانون السوري، خلينا نحكي عن الأنواع اللي ما شملناها بحديثنا مع حضرتك. الأنواع مثلا من المواد 121 من موجب قانون العقوبات، للمواد 134 حدد كتير، لكن بالنهاية في مادة أنه كل ما سكت عنه القانون المواد هي، يعني احنا حددنا ظروف التشديد، حتى حدد القانون انه في حال اجتماع هالظروف الخمسة اللي حكيتهم قبل شوي، اجتماعها كلياتها في جريمة واحدة، العقوبة ممكن توصل من الاشغال الشاقة المؤبد الى الاشغال الشاقة المؤقتة من 15 سنة الى 20 سنة، اجتماع حالتين تؤدي الى الاشغال الشاقة المؤقتة. هلا في جرائم جديدة عم بيتم، يعني استخدام التكنولوجيا، استخدام وسائل ثانية، هلا هون صار في مواضيع جرائم اخرى، ممكن يصير نصب واحتيال، ممكن يصير سيئات امان، ممكن يصير غصب توقيع الكتروني، ممكن يصير قصص على القانون الى حد ما. ممكن جرائم الالكتروني، موضوع الالكترونيات او جرائم المعلوماتيه ساتة حديثة العهد، واللي نحن فعلا يعني بلشنا نحن بسوريا صدور عده مراسيم تشريع لتنظيم موضوع الجرائم الالكترونيه، التوقيع الالكتروني هو فعلا، لكن حدد بقانون مكافحه الجريمه المعلوماتيه سرقه البطاقه المغلطه شو معناها، سرقه بطاقه الصراف شو، كل شيء حددوا. لكن نحن بالنوع هون بنسبه يعني خلينا نقول 80% شمل القانون السوري جرائم السرقه، قسمه لجرائم ممكن تكون بسيطة، لجرائم مشددة مقترنة بظرف مشدد، ممكن تكون جنحة، ممكن تكون جناية، وكل ما سكت عنه القانون في حال وجود ظرف مشدد اللي حكينا هون تعتبر سرقة موصوفة مثلا، أو سرقة مقترنة بظرف مشدد، أو لا، أو سرقة بسيطة. تمام. يعني أستاذ أحمد بدنا نقول لك شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا، أكيد بنتمنى أنه ما يكون موجود أبدا. أكيد. صح هذا الشيء صعب، بس مثل ما في سرقة ومثل يمكن ما زادت شوي، كمان في حالات اليوم رح تكون معنا بتمنى كمان تشوفها معنا أستاذ أحمد. أكيد. غاية بالأمانة وبتعطي دروس لكتير ناس أنه الظروف الاقتصادية الصعبة والغلاء والفقر وما ممكن يكون أبدا سبب من أسباب السرقة. طبعا. شكرا طبعاً. لك أستاذ أحمد. شكرا لك أستاذ أحمد، وبنتمنى هيك دائما يكون مواضيعنا شوي بعيدة ولكن هذا الواقع اللي صح احنا صح. شكرا لك. أما هلأ سلمى رح ننتقل للأطفال وإبداع الأطفال واشتراكهم بمسابقات عديدة وخاصة بالحساب الذهني اللي تابعناها على فترة طويلة من تابع مع بعض اللي انوجدت مبارح بكفر سوسة. أحيت أكاديمية سوريانا للتدريب وبناء القادة مسابقة الحساب الذهني لعام 2021 في صالة المركز الثقافي بمنطقة الميدان بدمشق، إيماناً منها بقدرات عقول أطفالنا براعم الأمل. اجتمع في هذا النشاط اليوم مسابقة للحساب الذهني من كل المحافظات، وهي حالة فريدة على مستوى سوريا بهذا الكم وهذا العدد وهؤلاء المدربين فعلا الاحترافيين والنشيطين الذين يستحقون، ونقدم لهم كل الشكر والتقدير. أيضا هناك احتفالية كبيرة ستجري بعد هذه المسابقة من خلال تكريم عدد من الفنانين الكبار على مستوى سوريا،
هم شاركوا بمسابقات رمضانية على مدى شهر رمضان المبارك. اليوم مسابقتنا على مستوى دمشق وريفة فقط، طبعا في عنا لسه بكامل المحافظات، الأوائل من كل محافظة بنعمل الفاينل النهائي بعدين بنرد بدمشق مرة تانية. الأطفال المشاركون من كافة المحافظات تم تدريبهم على كافة مستويات الحساب الذهني تحت إشراف نخبة مدرسين وأساتذة ليتجاوزوا مراحل عدة من الاختبارات. حاسين أن الأطفال كثير فرقوا على التدريب، بمدارس صاروا بمهنية عالية بموضوع الحساب، حبوا الفكرة كثير، حبوا اللعب، حبوا طريقة التعامل مع الأرقام، فالحمد لله صار عنا شغل كثير على الجانب الأيمن من الدماغ، إبداع، تخيل. أنا محمود يحيى، عمري 12 سنة، فزت في المركز الأول بالمستوى الثاني بالحساب الذهني، انبسطت كثير لأنه درست وتعبت لحتى جبت هذا الشيء. وتم تكريم المتسابقين الحائزين على المراكز المتقدمة بعد خضوعهم لاختبار التصفية النهائي بحضور الفنانين السوريين الذين شاركوا في دعم مواهب الأطفال وتشجيعهم على الاستمرار في التقدم. هو الأمل. سوريا بكل الظروف الصعبة مثل ما كنتم شايفين عندها مسابقات وعم تكرم أطفالها وعم تدفعهم نحو التقدم أكثر وأكثر وأكثر. هو بيشرفني كثير أنه أنا يكون تكريمي مع هذول الأطفال، لأنه فعلا هن المستقبل، هن أمل الحياة والزهرة تبعه. واجب كل فنان سوري أن يتقدم بأي مساعدة، إن كانت مثل ما قلنا معنوية أو فكرية ثقافية رياضية، أي دعم للأطفال من واجب الفنان السوري أن يتقدم فيه. ندعم مواهب الأطفال من شان ننمي المواهب اللي عندهم، من رياضيات، من غناء، من حساب، كل شيء عنده طفل موهبة بده يبرزها نحن بندعمه ومنكون معه. لطالما كان الطفل هو شعلة الخير التي تنير دروب الأمل على مر السنين، وسيبقى أطفالنا على هذا النهج للسعي في بناء سوريا. وصلنا لمحطتنا اللي من البداية عم نحكي عنها فرح، يمكن عكس الفقرة اللي قبل اللي كانت مع المحامية عن السرقة، اليوم رح نحكي هيك شوي موضوع شوي غريب صار بهذا الوقت، بس تحت مسمى لسه الدنيا بخير. وهو سؤال رح نطرحه، لو حدا ماشي بالشارع ولقى شيك غير مسمى موجود عليه مبلغ 44 مليون ليرة سوري، شو ممكن يتصرف؟ شو برأيك؟ أنا بتوقع سلمى قسم كبير، بتوقع قسم كبير ممكن يتصرف بالمبلغ كأنه هو المالك الشخصي، لكن ما بدنا ننكر أنه عن جد لسه الدنيا بخير ولسه في أشخاص تربوا على مبادئ كتير حلوة، مبدأ الأخلاق، مبدأ الأمانة، مبدأ الصدق بالتعامل، وبيقوموا بإرجاع المبلغ أو حتى تسليمه لأقرب مخفض لحتى نعرف مين صاحب هذا المبلغ. أكيد. فأنا هيك بتخيل إنه أي لسه الدنيا بخير. أكيد. كيف لما يكون هذا الشخص اللي لقى المبلغ هو أصلاً صلب عمله خدمة الشعب، وهو شعار طبعاً الشرطة اللي بنفتخر فيهم. ضيفنا لليوم شرطي مرور بدمشق، لقى طبعا شيك ولقى مستحقات تانية، وكان فورا تصرفه مختلف عن التوقعات اللي ممكن الناس تتوقعها. رح نتعرف اكثر على القصة، واسمحوا لي اقول انه اللي معنا اليوم هو بطل، لانه البطولة مو بس بالمعارك، البطولة ايضا بالمواقف. ضيفنا لليوم الرقيب اول اشرف الحيناني، اهلا وسهلا فيك ويسعد اوقاتك. يسعد صباحكم وصباح الاخوة المشاهدين جميعا، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اول شيء نحن كثير مبسوطين انك موجود معنا اليوم وفخورين فيك. شكرا لك. هذا التصرف يلي كثير حلو وانتشر بشكل كثير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي والناس صارت تحكي عنه، بدنا نعرف تفاصيل القصه، كيف لقيت الشنطايه وشو تصرفت؟ اولا يسعد صباحكم وبتشكركم انتم وبتشكر الجميع. نحن طبيعه عملنا بالشارع بشكل على مدار 24 ساعه، صحيح هي مهامنا الأساسية تنظيم حركة المرور وحركة السير، لكن أيضا الحفاظ على ممتلكات العلم والأخوة المواطنين. بتواجدي بدوار ساحة الشهبندر وأثناء عملي بلاحظ على إحدى السيارات المركونة على جانب الطريق حقيبي
محطوطة على السيارة على الطبون الخلفي، براقبها، ما في حدا جنبها، بتوجه باتجاهها، بفتح الحقيبة لتشوف شو في بداخل الحقيبة. يوم بتفقد الحقيبة بلاقي ضمن الحقيبة في ثبوتات شخصية لصاحب الحقيبة، عدة ثبوتيات من ضمن الهوية الشخصية، في مفاتيح سيارات وفي مفاتيح منزل وفي جوازين سفر بخصوص زوجته وبنته، ومن ضمن الأوراق في أيضا شيك بقيمة 44 مليون غير مسمى طبعا الشيك. مباشرة أنا بس لقيت أنه في هيك ثبوتيات وفي أغراض، مباشرة توصلت بالعمليات مع رئاسة الفرع، بيوجهوني بعد ما لقيت الأغراض وجهوني على رئاسة الفرع على مكتب السيد العميد رئيس فرع المرور، بسلموا الأغراض عن طريق الفرع، نقدر نتوصل لصاحب الحقيبة ونتواصل معه هاتفيا طبعا، بس بلغناه بالموضوع، بيتوجهوا على الفرع على مكتب السيد العميد، بيتفقد أغراضه، بيتفقد أوراقه، بلقيها كاملة، ثبوتياتها كاملة موجودين، كل شيء فاقده هو موجود بضمن الحقيبة، بيستلموا الأصولا. كيف كانت ردة الفعل؟ طبعا انت اذا بتفقدي اي شيء بسيط فبتكون ردة فعلك كثير كبير، فهو كان جدا مبسوط وتشكرنا الزلم بكلمات طيبة، يعني اخذت ردة فعل كثير طيبة، مو بس منه، من كل الاخوة المواطنين، الله يخلينا اياكم. أكيد. يعني هذا الشعور شعور ما بيوصف، اليوم اي واحد بيكون مثل ما قلت مضيع شيء وبيلاقيه بيطير من الفرح، كيف مبلغ كتير كبير وأوراق ثبوتية كمان. صحيح. مفاتيح، ويعني اليوم هي الحالة بحد ذاتها، خلينا نحكي شوي هيك عن التفاصيل من وقت ما وصلت لعند مكتب العميد حتى استقبال العميد لك، قديش كان في هيك خليني أقول لك امتنان فخر بالشي اللي أنت عم تساوي؟ إن كان السيد العميد أو الرؤساء كلهم كانوا مبسوطين بالتصرف وكانوا فخورين مثل ما تفضلت بالشيء اللي تقدمته، وطبيعة الحال هاي مبادئ احنا تربينا عليها بالاساس، هي الاماني والحفاظ على الامان، لانه هاي الحقيبة بس انا استلمتها وصارت معي هي تعتبر بمثابة اماني عندي، وهي دائما كمان في توجيهات من الرؤساء او من الوزارة بالحفاظ على اي شيء ممكن تعثر عليه، ما يكون انت ما بتعرف صاحبه او شيء، او اي شيء ممكن يعني تحصل عليه وتقدر توصله لصاحبه، كمان هي تعتبر توصيل للامانية. اليوم كمان كنا عم نحكي قديه اليوم يمكن ناس كثير عندها رادع اخلاقي ومبادئ، وناس يعني نتيجه الظروف، وما بدنا نبرر، بس قسم كبير ممكن يتصرف تصرف عكس اللي تصرفته حضرتك. شو بتحب توجه كلمه لكل الناس يمكن يلي بيتزرعوا بالظروف الاقتصاديه وبكل شيء عم بيصير لتبرير تصرفات معينه؟ هلا بدايه هذا التصرف اللي انت بتقولي انه ممكن الواحد يستغل الظرف بمثابة انه ليستخدم الشيك او الهي، هلق المادي مش كل شيء وليست هي الانسان، هو مبلغ بده يكون لفترة محددة راح يصرفه ويرجع مثل ما كان، فأنا بوجه للجميع انه الاماني والاخلاق والقيم والمحبة والانسانية هي بتعطي قيمتك بين الانسان، وبتمنى الكل يكون متحلي بهالشيء، وإذا أنا تصرفت هالشيء بعتبر حالي أنا أقل الناس بين 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 العالم وبين الناس يعني. وأما موضوع إنه إنك تتصرف بسلبية وتستغل الأمانة أو شيء، فهذا الشيء بيرد سلبا وبيعكس سلبا حتى على المجتمع، ومش مبرر الظرف المادي لتصرف بالشيك أو. يعني نحن كثير فخورين فيك اليوم، وكمان بدنا نحكي عن التكريم اللي حصلت عليه من سيد وزير الداخليه، كان في تكريم لحضرتك ومكافاه، قد ايه كمان هذا الشيء بيعطي حافز ودافع اليوم لما طبعا اي حدا بيكون بمكان وبيعمل شيء وبيتكرم عليه؟ اكيد كل الشكر والاحترام للسيد الوزير، كان عنده اهتمام بشكل مباشر بالموضوع، مجرد نحن ما حصل معنا طبيعه الحال بنبعث تقرير او كتاب للسيد الوزير باللي حصل من عن طريق السيد العميد رئيس فرع، ومجرد ما وصل الموضوع لعند السيد الوزير طلبني لعنده على المكتب وقام بتكريمي ومكافاتي والثناء عليه، وهو طلبه لإلي بحد ذاته هو تكريم بكل معنى الكلمه، فالشكر كل الشكر والاحترام للسيد الوزير، مو اول حادثه ولا هي ممكن تكون الاخيره، دائما السيد الوزير عنده اهتمام باي تصرف ايجابي من عناصر قوى الأمن الداخلي.
إذا بدنا نحكي عن الوسط المحيط فيك من زملاء ومن عائلة وفي حال وجود أولاد وزوجة، خلينا نعرف اليوم كيف كانت ردة الفعل، شو يمكن أكثر التعليقات اللي علقت بذهنك وفرحت فيها؟ هلا هون أكيد الكل كان مبسوط بردة الفعل، بس كان أكثر ناس هن الفخورين بهالشيء هن الأهل أو البيت، وبالأخص الوالد والوالدة، لأنه هذا اللي زرعوه هن حصدوه. أكيد الله يخلي لك ياهم ويطول بعمرهم ونوجه لهم تحية. أكيد تسلمي ويخلي أهل الجميع يا رب. الوالد والوالدة هن كانوا أكثر شيء فخورين بما زرعوا وحصدوا، والأسرة كذلك الأمر أو البيت أو العائلة أو البيئة اللي أنا طلعت منها كان إلى يعني مباشرة تواصلت معي، الكل قدم لي الشكر، الكل حاول يعني بيجتمعوا حتى عندي بالبيت قدموا لي الشكر بشكل عام كعائلي يعني، وما حدا قصر، كل إنسان طيب وعنده الأخلاق هي من الجميع، منكم أو من الأخوة المشاهدين أو من المعطريق وصل بأي طريقة قدر يتواصل معي ويقدم لي الشكر. أكيد يعني اليوم بدنا نرجع نكرر شكرنا أساسي أكيد للوالد والوالدة اللي هن مثل ما قلت زرعوا وحصدوا، ونحن فخورين فيك كأنك كمان شخص من عائلتنا. تسلم يعني تسلم. هذا شيء كتير حلو. اليوم الصبح ونحن عم نبلش معك الحديث كنت عم تقول وجودي معكم اليوم هو تكريم. أكيد الحقيقة أكيد. نحن اللي تكرمنا بوجودك. شكراً معنا لألكي. دائما بيكون هيك في شيء حلو وصورة حلوة عن بلدنا، يعني هيك يمكن بيخطر على بالك وانت جاي كنت على اللقاء. هذا اول لقاء لحضرتك اكيد على التلفزيون ولقاء مهم انت عم تتكرم فيه. تسلم. شو كان هيك خاطر ببالك شيء، شو ممكن حابب شيء انت تقوله؟ اول شيء وحضوري بناء لعندكم لهون كمان هو تكريم بحد ذاته واستدعاءكم لإلي، وبحب اتشكركم وتشكر اسرة البرنامج والاخبارية السورية بشكل عام. بحب وجه رسالة للجميع مش بس لعناصر قوى الأمن الداخلي، لأي حدا، أنه الأمانة والقيم اللي السورية بالأساس هي متربية عليها ومتعلمة عليها نظل ماشيين عليها لنعكس الصورة الحقيقية عن سوريا بشكل عام. وبتمنى من الجميع أنه ما يمشي مثلي، يكون أحسن مني ويقدم الأفضل مني. أنا إن قدمت شيء فهو بيعتبره القليل، من قبل ناس كثير ممكن يقدموا أفضل مني وأحسن مني وأكثر مني. ويسعد صباح الجميع. يمكن أنه استغربت شوي حالة احتفاء الناس فيك بشكل كثير كبير، وحتى من قبل سيد وزير الداخلية والإعلام وكل الأشخاص، أنه هي الصفة أصلا مزروعة فيك وهي من أصل صفاتك. إذا بدنا نقول تعاملك اليوم مع أولادك كيف بدك تورثهم هي الصفة اللي هي صفة كثير حلوة بالإنسان وبتكبر معه، أكيد هي ما بتجي هيك. صحيح. هلا مثل ما انزرعت فيني من الطفولة، هي ممكن انت بالمدرسة او بطبيعة من انت طفل العثور على اي شيء وانك توصله للاهل والاهل يقولوا لك حاول ترجعه لاصحابه او عطيه لادارة المدرسة او هي، فزرعت هي الفكرة داخل الانسان. وهي المبادئ اللي انا كمان بمشيها يعني ماشي عليها مع اطفالي او مع اولادي بالمدرسة بالشارع بالبيت مع الجيران، انه انت لما عثرت على شيء او حصلت على شيء هذا الشيء مو لك، انت بدك تحاول باي وسيله انك تقدر ترجعه لاصحابه، ولا لانه هن احق فيه وهن الاصحاب يعني الامانه لهم لانهم مو لك انت. واكيد هذا الشيء بالمستقبل بده يعكس ايجابا ان كان على الاسره وان كان على المجتمع وان كان حتى على المجتمع على المحيط اللي انت عايش فيه. أكيد. يعني بالختام نشكرك نرجع نقول لك شكرا ويعطيك العافية. الله يقويك. ونحن فخورين انه انت كنت معنا اليوم، ويمكن ببلدنا بهذا الوقت اكيد رح نسجل هذا الشيء بالتاريخ، انه رغم كل الظروف الصعبة اللي عم بيمر فيها المواطن السوري اليوم الا انه في شرطي وهو مواطن بالاساس قام بواجبه من دون ما يطلع او يلاقي اي مبرر ثاني له لحتى انه يعمل شيء غلط. شكرا كثير لك. يسعد صباحكم وشكرا لكم، وهذا تقييم كثير بعتز فيه حضوري بيناتكم، ويسعد صباح الجميع. شكرا لك مره ثانيه، واكيد تحيتنا لكل العائله ولكل الوسط المحيط وللزملاء ايضا يلي يمكن مستنفرين لاداء عملهم على اكمل وجه. شكرا لك. يسعد صباحك وصباح الجميع، وصباح خاص لرؤسائنا وزملائي بفرع مرور مدينه دمشق. الله يعطيهم العافيه. اكيد يا رب.
اما هلا سلمى فمننتقل ايضا لاحد اهم المسابقات اللي تعودنا عليها ودائما في حاله دعم كبير لها، وراح نحكي عن عنوان حملته هي المسابقه مستقبل الطاقه. اقامت اداره الاولمبياد العلمي السوري الاجتماع السنوي الخاص باطلاق المسابقه الوطنيه لاولمبياد الروبوت العالمي، حيث ستنطلق البطوله في 7 و8 من اب لعام 2021، وهي المسابقه المؤهله للمشاركه في نهايات اولمبياد الروبوت العالمي والتي ستقام اونلاين خلال تشرين المقبل. تهدف هذه المسابقات الى استخدام المزيد من الطاقه من المصادر المتجدده كالرياح والطاقه الشمسيه وطاقه المياه. الكاميرا الاخباريه تواجدت بالمكان ورجعت بالتفاصيل. احنا عندنا اطلاق لمسابقات اولمبياد روبوت العالمي، عاده بتصير المسابقه الوطنيه احنا قررناها باللجنه العلميه ب 6 و7 اب القادم، بس لحتى تبلش الفرق السوريه تحضر بشكل جيد بنعمل اطلاق ببدايه العام، بنشوف بنعمل شرح لكل الفئات المسابقه، بناخذ فكره من النوادي شو المشاكل الموجوده عندهم. هلا الهدف الاساسي بصراحه يكون في فتره تحضير كافيه لمشاركه الفرق بشكل مشرف، خاصه انه نحن العام الماضي عندنا فريق اخذ المركز الاول عالميا بمسابقه السينيور، فلازم نكون على يعني نفس النتائج، وان شاء الله هي السنه بتكون نتائجنا مشرفه. نحن هاي المشاركه سنويه، دائما بنشجع دائما طلاب بجميع الفئات على المشاركه فيها، لانه بشكل عام الروبوتيك هو موضوع بيستهوي جميع الفئات العمريه، في حركه، في ابداع، في عمل جماعي، في تواصل، في شبكه معارف، وبنفس الوقت في متعه بالعمل. فنحن اليوم مجتمعين لنعرف المهتمين اللي عم يشتغلوا بالمدارس الحكومية أو بالجامعات أو بالنوادي الخاصة بشروط المطروحة السنة للمسابقة، لأنه نحن مسابقة الروبوتيك كل سنة في إلى موضوع عام وفي إلى شروط لكل فئة، في إلى شروط وفي إلى تعريف للمسابقة. فإحنا السنة حابين مثل كل سنة نجمع رؤساء النوادي والمهتمين لنعرفهم بشروط المسابقة لهذا العام. كل نادي بيختار أفضل طلابه، بيأهل كل فريق طبعا بيتألف من 3 طلاب ومدرب، هدول بيشاركوا بالمسابقة. هلأ نحن في إلنا معايير لاختيار الحكام، هاي نحن منحطها، غالبا بنعمل اختبار كتابي واختبار عملي لنشوف اطلاع الحكام على القواعد العامة للمسابقة وقدرتهم على التحكيم بشكل عملي، لأنه بالنهاية المسابقة في إلى شروط بدنا نلتزم فيها، شروط عالمية، يعني مثلا القطع المستخدمة مفروضة علينا، كيف بده يتم توزيع القطع على الحلبة، كيف بتنحسب النقاط، هذا كلياته بدنا نلتزم فيه بالمعايير العالمية. على هذا الأساس بنختار حكامنا، وعلى أمل يعني أنه ننجح في تحكيم المسابقة بشكل جيد. أكثر بالتفصيل عن الاجتماع وغيره من المواضيع مع ضيفنا لليوم الدكتور إبراهيم شعيب، عضو اللجنة العلمية للروبوتك. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير على هالدعوة الكريمة والإضاءة على المسابقة الهامة جدا يلي نشوفها. يسعد صباحك عن جديد. اليوم خلينا نحكي بالأول بالتفصيل، شو كان مضمون الاجتماع وشو هي المسابقات المتضمنة والأعمار؟ هلأ نحن منبلش أول شيء بالتعريف بالمسابقة. المسابقة هي WRO يلي هي أولمبياد الروبوتيك العالمي، هي مسابقة عالمية بتنظمها منظمة، هي WRO منظمة الأولمبياد العالمي للروبوتيك. فلحنا في سوريا في منظم هالمسابقة هي، وشاركنا فيها تقريبا عام 2015 بشكل رسمي، وكان الاجتماع امبارح هي لاعلان شروط المسابقه والفئات المسابقه اللي راح تكون السنه، واعلان عن المسابقه الوطنيه، يعني دعوه للفرق لحتى تحضر حالها لحتى يشاركوا بالمسابقه الوطنيه، ومنشوف بعدين مين بده يتاهل للمشاركه بالمسابقه العالميه. السنه في ميزه راح تكون، او يعني
رح تكون المسابقة العالمية أونلاين، ولكن المسابقة المحلية رح تكون إن شاء الله إذا كان إذا سمحت الظروف رح تكون المسابقة بوجود المتسابقين بمكان واحد. مع اتخاذ الإجراءات أكيد. مع إجراءات طبعاً، إجراءات الحماية الفردية، الوقاية، التباعد الاجتماعي والكمامات. طيب خلينا نحكي عن المسابقات الثلاثة اللي رح تكون موجودة وتفاصيلها أكثر. هلأ كل سنة هي أول شيء المسابقة نعرف شو هدفها للمسابقة. المسابقة هي مسابقة روبوتيك للأطفال وللشباب. سابقا كان في مسابقة جامعية معها، حاليا السنة وقفت المسابقة الجامعية، فهي بتشمل أعمار من 8 سنين ل 20 سنة. ففي عندنا ثلاث مسابقات أساسية في هذه المسابقة. عندنا المسابقة النظامية يلي فيها ثلاث فئات، فئة ابتدائية وفئة متوسطة وفئة متقدمة، وفي عندنا مسابقة ثانية هي المسابقة المفتوحة يلي كمان فيها نفس ثلاث فئات. المسابقة المفتوحة هي عبارة عن مشاريع موجهة بحل مشاكل الطاقة. الطاقة المتجددة هي طاقة لها فوائد كثيرة، ويعني شوي شوي العالم عم تعتمد عليها ولكن إلى مشاكلها. فالهدف من المسابقة وعنوان المسابقة لهالعام هذا هو الباور بوت. فالباور بوت المقصود فيه الفيوتشر اوف ذا انرجي او مستقبل الطاقة، يعني بدنا نعلم الاطفال كيف يستخدموا الانظمة الروبوتية والابداع تبعهم لحل مشاكل الطاقة النظيفة او الطاقات المتجددة. فعنا بالمسابقة المفتوحة ممكن مثلا يشوفوا كيف ممكن يستفيدوا افضل شكل ممكن من الطاقة المتجددة في المنازل، كيف بدهم يحلوا مشكلة الطاقة ووسائل النقل. حاليا وجود السيارات الكهربائية في إلى مشكلة كتير كبيرة، هي مشكلة الشحن. تمام. شحن السيارة الكهربائية بحاجة إلى زمن طويل، ولهالشيء هذا بده يكون في مو كل واحد عنده بيته كراج يقدر يشحن سيارته، فرح يكون في مساعدة أو طلب من الطلاب أنه يفكروا بحلول روبوتية مساعدة أو أنظمة روبوتية تساعد بحل هالمشكلة هي. وفي مشكلة ثالثة هي أنه في عنا عدة مصادر للطاقة النظيفة، منها الشمس، منها الريح، منها طاقة المياه أو طاقة الأرض الجوفية. فالطاقات هي بتكون متوفرة بأوقات معينة وغير متوفرة في أوقات أخرى. فمثلا شمس، هلأ الشمس مشرقة، في عنا طاقة شمسية، ولكن ممكن يكون في غيوم في المساء في الليل ما في عنا طاقة شمسية. فكيف بدنا نحصل على الطاقة في المكان المناسب أو أمثلة مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، كمان هي من الأسئلة يلي موجهة بالمسابقة المفتوحة. هلأ هي المسابقة الثانية. المسابقة الثالثة هي مسابقة جديدة وهالسنة رح تكون تجريبية، ما أنا مسابقة رسمية، بس هي مسابقة جيدة جدا ومتقدمة. هي الفيوتشر انجينير، فيوتشر مهندس المستقبل. يعني مسابقات الدبليو آر أو أو أولمبياد العلمي السوري هدفها كلها هي إنه الأطفال يتعلموا مفاهيم الستيم إديوكيشن. الستيم يلي هو العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إنه يجمعوا هالعلوم مع بعضها ليحصلوا على منتج مفيد للمجتمع وللمحيط يلي موجودين فيه الطلاب. فالفيوتشر انجينير هي بتهتم، يعني حكينا عن في نوعين من السيارات حاليا عم يتطور بالعالم، في تطوير للسيارات الكهربائية يلي سائق بسوقها، بس كمان على التوازي في تطوير للسيارات ذاتية القيادة. فمن سنوات عديدة وكتير شركات عالمية عم تشتغل بهذا المجال ووصلوا لمراحل متقدمة. فهون كمان بهالمسابقة هي رح يكون التركيز انه رح يكون في سيارة صغيرة الفريق المشارك بالمسابقة بده يصممها بحيث تكون مقادة لحالة، تعمل جولات متعددة، ورح يحطوا لها إشارات على الطريق بدها تروح على يمينهم أو على يسارهم، فلحتى يصير عندهم مفاهيم. هي مشان هيك اسمها مهندس المستقبل. يعني هالطلاب الشباب الصغار بهالعمر بين 16 و19 سنة بهالمسابقة هاي مع مدرب طبعا بده يوجههم، بده يتعلموا كيف يصمموا هالسيارة من التصميم الميكانيكي للمتحكم للكمبيوتر للبرمجة تبعها، ولحتى تقدر يكون فيها حساسات ذكية ممكن معالجة الصورة لحتى تقدر تتحكم لحالها وتقود على الطريق بمفردها.
فهدول هن المسابقات الأساسية الموجودة. هلا نحن عم نحكي دكتور عن شيء إذا بدنا نقول هو كتير عظيم وبحاجة لمخ كتير كبير وتركيز وكل هي الأمور والتفاصيل اللي أنتوا أدرى فيها من 16 ل20 سنة. برأيك إن قديش فعلا قادرين يكون في تنافس على المستوى العالمي ويحققوا إنجاز على المستوى يرفعوا علم سوريا بالعالي؟ وهذا الشيء مو جديد عليهم أكيد. قد بدهم دعم معنوي، قد بدهم دعم مادي، قد بدهم يمكن يكون كفة الدكاترة والمشرفين حواليهم. نحن هذا دورنا يعني بالحقيقة. نحن بنشكر هيئة التميز والإبداع، يعني أنا شخصيا بتشكر الهيئة لأنه هي عم تقدم كل الرعاية الممكنة لحتى نرعى هالمواهب وهالعقول الشابة هي لحتى نحصل على أفضل النتائج الممكنة. هلا ظروفنا صعبة بس مع ذلك نحن عم نسعى، يعني في عدة اتجاهات أو في عدة أمور بحاجة للتحقيق لحتى نحصل على نتائج جيدة، يعني مثل فريق كرة القدم يعني لحتى منتخبنا ياخذ مراكز متقدمه في العالم يجب ان نبدا منذ الصغر، يجب ان نبدا من المدارس. عندنا التعليم الحمد لله ما زال رغم الحرب ما زال مستمر، ولكن الروبوتيك وتعليم الروبوتيك نحن بحاجه الى جهود اكبر لنشر نوادي الروبوتيك في المدارس، في كان في سابقا الجمعيه ولا تزال الجمعيه العلميه السوريه المعلوماتيه في الى نشاط في هذا المجال في بعض المدارس الخاصه في الجامعات. فبدنا نركز، يعني في عنا مثل ما حكيت قبل شوي انه عنا الطلاب المتدربين، في عنا التجهيزات، الكتات مكلفة بدنا بنعمل او الهيئة تعمل على تأمين هذه الكتات ودعم من القيادة، وفي عنا المدربين والحكام وتنظيم المسابقات. فكل هالمحاور هي بدها عمل بشكل جيد لحتى نحصل على نتائج متقدمة. والحمد لله يعني خلال السنوات الماضية يعني من 2015 حتى الآن نتائج اللي حققتها سوريا، أنا شاركت أو كنت موجود بعدة مسابقات عالمية، كنت بهنغاريا وبالهند بال 2016 وحققنا نتائج متقدمة جدا بالنسبة للإمكانيات الموجودة وعدد الفرق. وعم نحاول دائما أنه نتوسع أفقيا بالانتشار بالمدارس والجامعات وشاقوليا أنه بالمستوى المتقدم في هذه النوادي. دكتور يعني كل تقريبا مسابقة بيكون في إلى شعار معين أو خليني أقول شيء معين عم تشتغل عليه، في شيء كان للبيئة، في شيء كان مواضيع مختلفة بعالم الروبوت وقد هو قادر يساعد الإنسان والإنسان يبرمجه حسب احتياجاته. السنة رح يكون في شيء مختلف طبعا بما يخص الجائحة العالمية كورونا ضمن الروبوتك والمسابقات الموجودة؟ هلا السنة المسابقة مركزة مثل ما حكيت هي الباور بوت، هي مركزة على مستقبل الطاقة وليس عن جائحة كورونا. ما في شيء بخص كورونا. هلا ما في شيء عن جائحة كورونا. هلا يلي أثر يعني جائحة كورونا أثرت على المسابقة إنه العام الماضي لم تتم بشكل رسمي وتمت أونلاين على شبكة الإنترنت، وهالسنة كمان بسبب جائحة الكورونا عادة هو كل سنة بتكون في بلد والطلاب والفرق بتروح بتشارك وبيجتمعوا مع بعضهم اجتماع كتير حلو وبيتبادلوا المعارف والثقافات. السنة رح تكون المسابقة أونلاين وهي فرصة أكبر رح تكون لنا السنة إنه نشارك. رح يكون في عنا فريق في كل، يعني إذا في الفرق المتأهلة رح يكون في عنا فريق في كل فئة من فئات المسابقة، وإن شاء الله بنحقق نتائج كويسة. فما في شيء خاص بجائحة الكورونا بمسابقة الروبوتيك، وإنما التركيز هالسنة هي على مستقبل الطاقة مثل ما قلت يعني والسيارة الذكية. يعني حكيت دكتور اليوم عن الأونلاين، برأيك اليوم هو بالنسبة للروبوتك وبالنسبة لهي المسابقات ممكن أنه تكون حالة الأونلاين هي حالة سلبية أو ممكن تكون هي حالة إيجابية لأنه بتتيح مشاركة عدد أكبر من عدد الطلاب يلي تعودتوا أنه يمكن يكونوا موجودين معكم وبحاجة لسفر وإجراءات يلي نحن كتير تعبنا منها كسوريين، فكيف بتشوف حالة الأونلاين؟ هلا أكيد يعني الأونلاين له سلبيات وله إيجابيات. من إيجابياته مثل ما تفضلت يعني نحن كتير في حالات ما قدرنا نشارك لأنه ما حصلنا على الفيزا، صارت مسابقة في قطر رفضت أعطاء الفيز للفرق السورية المشاركة، في كلفة الطيران، في كلفة المشاركة كلفة كبيرة وبالقطع الأجنبي، بينما الأونلاين بتسهل على الفرق المشاركة. ولكن بالمقابل الأونلاين
يعني صحيح رح يكون أونلاين، ولكن نحن هون رح نعمل على أنه يكون الفرق موجودة بمكان واحد، واللجنة العلمية والهيئة التميز والإبداع رح تكون مشرفة على الفرق وتنفيذها، لأنه فعلا المسابقة مسابقة الروبوتيك بالذات هي مو مثل مسابقة برمجة ممكن كل واحد على حاسبه يشتغل لحاله، بده يكون الفريق مع بعضه، المدرب بده يكون موجود، بده يكون في حكم عم يتابع عم يتأكد من أنه كل الشروط محققة، بدنا نتأكد أنه الطلاب هن قاموا بالبرمجة، هن بده يقوموا بتجميع الروبوت بأيديهم، وهن بده يحطوا البرنامج، وفي شرط مفاجئ كمان بيكون بالمسابقة النظامية. فيعني فلحنا بقدر الإمكان رح نحاول نخفف من أثر الأونلاين على المسابقة، ونحاول النجاح ونحصل على أفضل مستوى. وهالشيء هاد سويناه بتأخير، يعني بداية كنا مفكرين المسابقة الوطنية نساويها بنيسان، بس إنه لنعطي فرصة أكبر للطلاب والأكبر عدد من الفرق إنهم يشاركوا، إنه رح نخليها بالشهر الثامن. فمن هلأ للشهر الثامن يعني كل ما بيكون في تحضير أفضل أكيد. كل ما بيكون في فرصة أكثر للحصول على نتائج أفضل في المسابقة. أكيد. كمان دكتور خلينا نحكي أكثر اليوم، مثل ما قلت أنتم متجهين نحو الطاقة وتوفير الطاقة والطاقة الذكية ومنها السيارة الذكية، شو اللي ممكن يكون هذا الشيء له شيء إيجابي كمان حاليا بالظروف اللي عم نمر فيها، ممكن يكون أفكار لحلول ضمن بلدنا؟ هلأ لحنا الطاقة المتجددة بلدنا لحنا بحاجة إلى بشكل كتير كبير، يعني مثل ما أننا ملاحظين هلأ لحنا بهالوقت هذا الشمس مشرقة، فالطاقة الشمسية أكيد هي من الطاقات يلي ممكن نستفيد منها. ومثل ما حكيت قبل شوي بسوريا وعالميا في مشاكل مشتركة للطاقة المتجددة، يلي منها انه هالطاقة هي مانا ثابتة، يعني الوقود منجيب كمية معينة من الوقود بنعرف قديش بدها تولد طاقة كهربائية، وبنقدر نضبط عملية الانتاج، وصار في خبرة طويلة بهالمجال هاد. بينما الشمس بتجي ظروف، بتروح الشمس بيطلع غيوم، بالليل ما في شمس. فهون في هالمسائل اللي عم تعالجها المسابقة هي مسائل أو مشاكل موجودة عندنا في سوريا، وبتساعد كمان بحل هذه المشاكل. بس يعني ما ننسى أنه دور المسابقة هو دور تعليمي، عم نطلب من الطلاب، يعني هي موجهة أكثر، مو هالمسابقة هي اللي رح تحل مشاكل العالم في الطاقة أو في الروبوتيك، ولكن تمام هي إلى عدة أهداف، يعني إلى هدف تعليمي أكيد بمجال علوم الروبوتيك، وإلى مجال أنه الربط بمشاكله الحقيقية الواقعية ويفكر فيها هالمشاكل هي، يعني مراكز البحوث في العالم حاليا عم تفكر فيها. فنحن عم نطلب من طفل وفريق روبوتيك أنه يفكر بمسألة كل العالم عم تفكر فيها. ونحن أكيد بسوريا في عنا مركز بحوث الطاقة، وفي مراكز أبحاث وجامعات عم تعمل على هذه المسائل لحتى تساعد بحلها ولحتى تخفف من الأزمات اللي عم نعاني منها بنقص الطاقة. مسابقة مهندس المستقبل مثل ما فهمنا من حضرتك دكتور أنه هي مسابقة تجريبية رح تكون لحتى يتم المشاركة فيها بعدين على مستوى العالم، خبرنا أكثر على أي أساس يتم المشاركة، وهل هي محسومة أو ممكن المشاركة أو لا؟ ان شاء الله رح نشارك اكيد. يعني امبارح احنا من خلال اجتماع من الفرق يلي او المسؤولين عن الفرق يلي اجوا، في عده فرق حابين يشاركوا، فهي موجوده المسابقه رح تكون، هي بس ما لنا جوائز رسميه او ما لنا مسابقه رسميه، ولكن هي مسابقه عاده بيئه القوى اول سنه فبتكون بشكل غير رسمي، بس هي موجوده وان شاء الله احنا رح نشارك. طبعا اذا في فرق تقدمت وشاركت فلحنا كهيئة أو كلجنة علمية رح نساعد أو رح نقدم ممكن بعض المساعدات للفرق اللي حابة تشارك بهالمسابقة هي. وهالمسابقة هي كتير قيمة وبتعطي يعني علوم جديدة أو مهارات جديدة بحل مسائل متقدمة، يعني يلي قلتوا قبل شوي انه من 50 سنة تقريبا من بداية صناعة السيارات والإنسان بفكر انه السيارة ليش ما بتسوق لحالها، فحاليا صار في تقدم كتير كبير بهالمجال، فأنه نخلي طلابنا يفكروا بسيارة ذكية ولو كانت صغيرة على مستوى صغير فهو أكيد شيء مفيد وتحدي كبير، لأنه بحاجة لاستخدام مثل ما حكيت يعني الحساسات، الذكاء الصنعي، والعربة لازم يكون في إلى شروط محددة، في إلى محرك لتحريك العجلات، وفي إلى محرك
الثاني لقيادة الاتجاه، يعني مثل الكيدون أو يعني باتجاه اليمين أو اليسار. فهالشروط هي كلها بدنا يحققوها يلي بدنا يشاركوا بهالمسابقة، فإن شاء الله في مشاركة وإن شاء الله بنحقق نتائج، والسنوات القادمة بنكون نتائجنا أفضل إن شاء الله يا رب. أكيد بدنا نتشكرك دكتور أحمد، شكرا لك، ونتمنى لطلابنا بكل المسابقات ومثل ما عودونا دائما يحصلوا على ميداليات. شكرا لك. شكرا لكم، ويعني كثير بتشكركم على هاللفته الطيبه والاضاءه على مسابقه الروبوتيك، وان شاء الله بنحقق او الفرق اللي بتشارك بتحقق نتائج كويسه بالمسابقه الوطنيه بتكون ناجحه، وبالمسابقه العالميه ان شاء الله بنرفع اسم سوريا عاليا ان شاء الله يا رب. ما في شك بهذا الشيء، واكيد تحيتنا لكل المسؤولين ولكل الدكاتره اللي دائما بيكونوا باستنفار كامل. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. أما هلا مشاهدينا فأكيد رح ننتقل إلى غرفة الأخبار للإطلاع على آخر وأهم المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلتنا شيرين. صباح الخير شيرين. صباح الخير فرحة. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. طالبت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على الأراضي السورية ومنع تكرارها. وفي رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول قيام طيارنا الحرب الأمريكي بقصف مواقع في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية المشتركة، أكدت الوزارة أن هذا العدوان السافر يعد حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات القوات الأمريكية المتكررة تحت ذرائع واهية أو مبررات مخجلة يتبجح فيها مسؤولو الإدارة الأمريكية من منابرهم في واشنطن. قتل وأصيب عدد من السجناء في سجن الهولبري في الحسكة جراء إطلاق ميليشيا قسد النار عليهم داخل السجن بعدما قام إرهابي تنظيم داعش بعصيان فيه. وبينت مصادر محلية لمراسل الإخبارية أن ميليشيا قسد فرضت طوقا أمنيا حول سجن الهول وفي أروقته، حيث تحتجز فيه إرهابيون ومرتزقة ينتسبون لتنظيم داعش الإرهابي على خلفية عصيان ينفذه الإرهابيون داخل السجن منذ ساعات. قالت الأمم المتحدة أن حوالي 16 مليون مواطن يمثل أكثر من نصف سكان اليمن يعانون الجوع، وحذر مارك لوكك مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة من أن 5 ملايين من هؤلاء على شفا مجاعة. وأوضحت معلومات الأمم المتحدة أن حوالي 80% من اليمنيين يحتاجون للمساعدة، وأن 400,000 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد. ويعتمد اليمن في الحصول على جانب كبير من احتياجاته من المواد الغذائية على الاستيراد. انتقدت أواسط حقوقية وسياسية عدم اتخاذ إدارة الرئيس جو بايدن أي تدابير دولية عهد النظام السعودي محمد بن سلمان، رغم نشر واشنطن تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي أكد موافقة الأخيرة على اغتيال خاشقجي. وأثار امتناع واشنطن عن اتخاذ أي تدابير بحق بن سلمان خيبة أمل لدى المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث رأت المحللة في معهد الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن فارشا جودو فايرو أن هذه ليست الضربة التي أمل بها الكثيرون ضد النظام السعودي. نيت الموجز، عودة إليك فرح. شكرا لك زميلتنا شيرين من غرفة الأخبار، ومنرجع صباحنا غير والفقرة النهائية هي الفقرة الطبية اللي بنجاوب على كثير من الأسئلة فيها. أكيد فرح، اليوم رح نحكي كمان عن موضوع شائع كثير بنسمع عنه بالحياة العامة، بنقول إنه في بعض الأشخاص أصابهم احتشاء بعضلة القلب، وطبعا هذا الشيء له تفسير علمي وله أسباب وله طبعا طرق علاج. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا لليوم الدكتور إبراهيم، دكتور حسن إبراهيم، اختصاصي بالأمراض الداخلية وأمراض القلب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن احتشاء عضلة القلب، وهي مثل ما قالت سلمى كثير شائعة وكثير بنسمع بهذا المصطلح، خلينا نعرفه بالتفصيل شو هو وشو هي الفئات العمرية المرشحة أكثر من غيرها للإصابة فيها.
احتشاء العضلة القلبية أو الأزمة القلبية الحادة أو الجلطة يلي الناس بتعرفوا عليها هي انقطاع مفاجئ في جريان الدم ضمن أحد الشرايين المروية للعضلة القلبية. معروف أنه العضلة القلبية هي المضخة يلي بتضخ الدم لكل الجسم، فإذا كان انسد هالشريان بعصيدة أو بخثرة أو بشي تضيق شديد على سبيل المثال بعد توتر وشدة نفسية رح يصير انقطاع للدم وتنقص تروية العضلة القلبية بالأكسجين ورح تتأذى العضلة القلبية ورح يصير فيها يعني عدم حركية وتصير غير قادرة على ضخ الدم بشكل جيد طبعا حسب الشريان المصاب. وهي أو هو هالأزمة أو هالاحتشاء أو هالانسداد عادة بترافق بأعراض معينة. أهم الأعراض يلي بتصير هي الألم الشديد في منتصف الصدر، والألم عادة له صفات معينة ممكن ينتشر للذقن أو لمنتصف الظهر أو للكتف أو لليد اليسرى أحيانا، وممكن يتظاهر بأعراض أخرى غير وصفية وأحيانا ممكن يكون غير عرضي كما يحدث عند بعض السيدات أو الناس اللي عندهم أمراض مدنفة أو الناس اللي عندهم الليمفومات أو مرضى السكري اللي هن معرضين أكثر من غيرهم لاحتشاء العضلة القلبية. طيب دكتور، بما أنه حضرتك حكيت عن تعريفه علميا خلينا نحكي أكثر عن الأسباب. يعني اليوم كل الأشخاص ممكن يكون عرضة لهذا الموضوع ولا في أسباب محفزة؟ وخصوصا صرنا عم نشوف كمان أنه شباب ممكن ينصابوا باحتشاء عضلة القلب مو بس الكبار أو اللي عندهم أمراض مزمنة. لا شك أنه في أسباب كثيرة مؤهبة لاحتشاء العضلة القلبية. في أسباب نحن ممكن نتحكم فيها وفي أسباب نحن ما ممكن نتحكم فيها. أهم الأسباب يلي حكيناها سابقا هي عوامل الخطورة القلبية. شو هي عوامل الخطورة؟ على سبيل المثال ارتفاع التوتر الشرياني، الداء السكري، التدخين يلي هو واحد من أكثر الملوثات والمسببات للسرطان ولأذية الجسم بشكل عام ومن بينهم الاحتشاء. في أنواع معينة من الكوليسترول إذا ارتفعت يلي هي الدي إل كوليسترول وبتتوضع في بطانة الشرايين ممكن تكون مؤهبة للاحتشاء أكثر. لا شك أنه تغيير نمط الحياة ونوعية الغذاء يلي نحن عم ناكله هذا كلياته بيلعب دور في التأهب لاحتشاء العضلة القلبية. في عنا أمراض معينة مثل السكري، هذا بيخرب الشرايين وبيأذي الشرايين وممكن يساوي تصلب شرايين وممكن يساوي عصايد كتير بالشرايين ويؤدي إلى تضيقات سواء على مستوى القلب أو على مستوى الدماغ أو على مستوى حتى الطرفين السفليين. في عوامل تانية نحن بنجهلها ما بنعرفها، على سبيل المثال في شيء مجهول وفي الوراثة بتلعب دور أحيانا ما بنعرف ليش نحن بس في الوراثة بتلعب دور، وفي كتير مؤهبات أخرى يعني أقل ندرة. نعم. كمان دكتور إذا بدنا نحكي عن طريقة التعامل مع شخص أو مريض انصاب باحتشاء عضلة القلب لأول مرة ويمكن كانت بسيطة أو مثل ما بتقولوا خفيفة وبعدين تم التعامل معه، كيف بصير نمط حياته من تغذية من رياضة؟ قديه بتركزوا على هي الأمور؟ أول شيء خلينا نحن نشوف شو هي العوامل يلي تخلينا ما نوصل للاحتشاء. نحن كل الناس يلي عندهم ألم صدري أثناء المشي أو الجهد أو طلعة الدرج أو التعب عم يصير عندهم ألم خفيف بصدرهم ينتشر للذقن إلى الكتف لما يرتاح الإنسان يروح، هذا بيدل على أنه في تضيق بشريان، فأنا لازم أراجع الطبيب رأسا لحتى الطبيب يتخذ الإجراء ويصور لي هالشريان. وما بدنا نوصل للمرحلة يلي سكر الشريان لأنه المرحلة يلي بيسكر فيها الشريان قد تكون قاتلة، قد تودي بحياة الشخص وبيجوز ما بيقدر يلحق المشفى. فنحن خلينا نحل الموضوع قبل ما يصل. الشغلة الثانية، لما الإنسان يصير عنده احتشاء عضلة قلبية إذا كان هالشي صار بالبيت أو صار بالشارع أو صار بأي مكان، أهم شيء أنه أنا أنقل هالإنسان بأقصر وقت ممكن لأقرب مشفى، وإذا كان هالمشفى متخصص يكون طبعا أفضل وأفضل. خطة العلاج ترتكز على شغلة وحيدة، أنه أنا أقدر أرجع أفتح الشريان بأقرب وأقصر وقت ممكن لحتى يرجع الدم يروي لي العضلة القلبية لحتى ما تتأذى. هلأ فتح الشريان يتم بأحد أمرين أو بأحد طريقتين، يا إما الطريقة الأفضل أنه أنا أدخله رأسا للقفطرة القلبية وأحاول أصور الشريان وأحاول أفتح الشريان ببالون وأحط له شبكة لحتى يصير جريان الدم جيد بشكل هالشريان. وإذا هالشي كان غير متوفر مثلا بمركز صحي أو بمحافظة بعيدة أو نائية أو بمشافي غير متوفر فيها إجراء القفطرة القلبية،
ممكن انا اعطي الادويه يلي بتحل الخثره، وعلى راسها مثلا يلي موجود ببلدنا هو الستريبتوكيناز، اضافه للعلاجات الداعمه واللاحقه واللي هي علاجات ثانيه كثيره. اذا الهدف والتارجت بالموضوع هو انه انا اقدر افتح الشريان لحتى تتروى العضله القلبيه باقصر وقت ممكن. بدي احاول ما اتاخر عن المريض، ولذلك انا ادعو كل مريض او كل انسان عم يحس بوجع شديد بصدره مع التعرق وحس اختناق وميل لتغيم الوعي، راسا يراجع اقرب مشفى لا يضيع الوقت، لانه شو ما انا قصرت هالفتره تبقى العضله القلبيه يعني بكامل حيويتها وبكامل تقلصيتها. شو انا ما تاخرت ساعه وساعتين انا عم كون عم موت هالعضله هي لحتى توصل لمرحله الضعف. هلا خطه المعالجه دائما يجب ان تكون في العين المشدده، يجب نقل المريض بسياره اسعاف ان امكن، لانه انا اخشى ما اخشاه في الازمه القلبيه الحاده او الاحتشاء انه يوقف قلبه او يصير عنده اضطرابات نظم خطيره على الحياه تودي بحياه الشخص. فاذا كان بسياره اسعاف مجهزه بجهاز صدمه الى اقرب عنايه مشدده، وبعدين من هالعناية هي بقدر أنا أنقل المريض لمركز تخصصي أو بقدر دبره بالإسعاف بالأدوية اللازمة واللي رح ممكن نحكي عنها لاحقا، لكن أهم شيء أنه أحاول أسرب له الدواء يلي يحل هالخثرة ويفتح الشريان. نعم. طيب دكتور، حضرتك ركزت بحديثك وحكيت أنه في أشخاص ممكن يكونوا معرضين ومنهم مرضى السكري، وفي منهم أشخاص أصلا بيكون عندهم إصابات أخرى ممكن بياخذوا أدوية خاصة فيها إن كان للقلب أو غيرها، كل قديش لازم يروح يراجعوا طبيب؟ شو الفحوصات اللي لازم دايما يعملوها؟ لأنه في أشخاص بياخذوا الدواء وبيضلوا عليه، خلص أنا أخذ دواء بستمر ممكن سنة سنتين ما بروح براجع طبيب. هلأ كل الناس يلي ما عندهم أعراض نهائيا ممكن ما يراجعوا الطبيب، يمكن إذا هن حبوا يراجعوا الطبيب هذا مو غلط الكلام. الشغلة الثانية، عندي المرضى يلي هن عالي الخطورة مثل مرضى الداء السكري، هدول لازم يراجعوا الأطباء القلبية بشكل دوري لحتى إذا في تأهب للاحتشاء أو في عندهم خناق صدر أو في عندهم شيء بيدل على تضيقات بشرايين القلب يقدر الطبيب يدبرهم قبل ما نوصل لهالمرحلة هي. الشغلة الثالثة، في عنا مرضى تانين هن عندهم عوامل خطورة عالية. يعني أنا صدف عندي من يومين مريض ما عنده أي أعراض نهائيا، بس هو حب يجي يطمن على حاله لأنه أخته صار عندها جلطة وأخته الثانية صار عندها جلطة وأبوه مات بجلطة وواحد من أخواته حاطط ثلاث شبكات، قال لي أنا بدي أطمن على حالي. فأنا ما عنده أي أعراض، طلبت منه يساوي اختبار جهد. المريض ما مشى مرحلة واحدة على اختبار الجهد، وفاجأ بأنه لما أجريت له القسطرة كانوا شرايينه كلهم مسكرين وبده قلب مفتوح مع أنه ما عم يشكي من أعراض، والتضيقات كانت تقريبا يعني 60-70-80% تضيقات ما هي شديدة جدا وما في أعراض وما عنده أعراض نهائيا. ففعلا هذا المريض راجع بشكل عفوي لحتى يطمن على حاله، طلع مريض بده قلب مفتوح. فهلأ المرضى يلي هن عالي الخطورة وخاصة مرضى الداء السكري الغير مضبوط يلي عم يدخنوا، هلا في عنا صار هيك اربع عوامل خطوره، الذكوره عامل خطوره، والسكري عامل خطوره، والتدخين شغله سيئه، هدول حتما لازم يراجعوا بشكل دوري اطباء القلبيه للاطمئنان على صحتهم. الشيء اللي نحن دائما ننصحهم فيه انه نحن نتجنب عوامل الخطوره هدول، مريض الضغط لازم دائما يضبط ضغطه ويتناول علاج الضغط بشكل دائم ويحافظ على ضغطه طبيعي ويتجنب الملح ويمارس الرياضه. مريض السكري لازم يحافظ على ارقام سكر ضمن الحدود الطبيعيه يلي بيقول له عليها الطبيب ويلتزم بالحميه، ولا شك انه الرياضه والمشي شغله رائعه جدا وبتفيدهم لمرضى السكري. مريض التدخين لازم نحن نوقف التدخين باي طريقه، ما حدا انا ما في انسان واعي وفي براسه وعقل يجي سم بدنه ويسم شرايينه ويسم اعضائه كلها. بتقولي لي هلا يمكن الظروف صعبه علينا، الظروف صعبه علينا كلنا، بس مو كلنا بندخن، نحن ما بنتجرأ او ما نحن بنتذرع بذرائع يعني واهيه لنرتكب اغلاط قد تكون خطره على حياتنا. اكيد. يعني دكتور هي النصائح يلي كلنا طبعا بيعاستها وما فيها قسم كبير من الدعم المعنوي، انه ايه الظروف صعبه على الكل بس هذا مو معناته انه نحن بنأذي حالنا. قد ايه لازم نكون واعيين كمان لصحتنا وصحه جسمنا والمراجعه الدوريه، مثل ما قلنا شخص من الاشخاص ما كان عنده اي اعراض لكن أبدأ. انقذ حياته بطريقه كثير صح. شكرك دكتور، دائما متعودين على اجابات يمكن مبسطه نقدر ونحن والمشاهدين ناخذ منها كل الاجوبه. شكرا لك. شكرا كثير لكم. شكرا لك دكتور، شكرا لوجودك معنا.
شكرا لك سلمى، وهذا الصباح الحلو يلي انا بشوفه كثير مميز معك، واهلين برجعتك سلمى مره ثانيه، وبدي اتمنى لك بقيه نهار كثير حلو، بقيه نهار لكل مشاهدي الاخباريه سوا يكون كله خير وكله صحه وعافيه، حاولوا تستفيدوا من الاشياء البسيطه لحتى نصنع يوم جميل، رغم كل الضغوط والظروف بنقدر نكون سعيدين بابسط الامور، موعدنا بكره ضيوف جداد وافكار جديده، تبقوا بخير، تبقي بخير سلمى. تبقي بخير فرح، ونرجع نذكر كل يلي تابعنا اليوم وما قدر يحضرنا بيقدر يشوفنا بالإعادة بالليل الساعة 1 أو يشوف مقتطفات على صفحتنا، لا تنسوا تراسلونا بكل الأفكار والمواضيع اللي بتحبوا تكون حاضرة بصباحنا غير يوميا الساعة 9 على شاشة الإخبارية، تبقوا بخير، باي باي.